لو هي مجتمعها في الريف في الأقاليم، الست بتروح عند حماتها مش عارف ايه في عزومة تخدم معاهم في المواسم. ايوه لازم تساعد، هو مش لازم، لازم تساعد، لا لازم تساعد. انت النهارده حضرتك انت معزومه في بيت حماتك يا دكتوره. أيوة. النهارده هي هتقوم بقى بعد ما تخلصي دخلتي خدتي الطبقين وبتغسليهم، خدتي حاجه بتعمليها، هو ده هي تغسل لك بقى وتعمل لك؟ لا انا رايحه ضيفه. طيب هي عازماني يوم عشان تشغلني؟ لا مش تشغلني، انت ضيفه ساعدك. انا كمان بعزمها، لو قعدتي مش هيتكلم عليكي، بس لو قمتي هيتكلم منك. ايوه انا كمان بعزمها، بجيبها ضيفه عندي تقعد بقيمتها حماتك تيجي تخدمك انت. لا ما عايزاكي تخدم بعض. لا لا الكلام ده مين قال كده؟ اخوات يا جماعه، احنا عاوزين نوصل رساله للناس، نعرف الناس 1 2 3 4. مش هقول لها لما انت تيجي تبقي مفيش الكلام ده. عايز اقول لك حاجه، في حموات كتير بتبقى اجمل من ام البنت، وفي بينهم بين بعض تفاهم اكتر من مامتها. تمام. وبتيجي تقعد معاها وهي عيانه، وبتيجي تخدمها فتره الوضع وتهتم بيها. الحالات الانسانيه ديت ما بنقولش عليها. طب اشمعنى الحاله الانسانيه لما بقت عند الست؟ لا دي حاله انسانيه، مش هتيجي النهارده. لا حضرتك النهارده في فرق بين عزومه وفرق ان حماتك مريضه، وفرق بين مرات ابني مريضه. في كتير بيروح يقفر. لا بتبقى مريضه لازم هروح اخدمها، مش انا مش موجوده هبعت بنتها، هتبعت اخت جوزها، هتبعت سيلفي، هتبقى حاجه فيها. طب انا بقول حاجه ثانيه. اتفضلي. انا حماتي ست كبيره، ست متحققه، بيت عيله، مستنيني انا اللي جايه اناسبهم اخدمهم. ما كانوا خادمين نفسهم ازاي قبل ما اجي؟ لا ما ينفعش تخدميهم طبعا. طب ما كانوا خادمين نفسهم ازاي قبل ما اجي يا دكتور؟ هو ده اللي بنقول عليه ان هو غلط، مش واجب. ايوه انا رايحه عروسه افتح بيت وافر. أيوة ولا اخدم عيله؟ خليكي في بيتك واقعدي في مكانك. لا ما هم حياتهم ماشيه من قبل، انا داخله جديد، كانوا ماشيين ازاي؟ لا حضرتك ما حدش طلب منك حاجه، لو حضرتك عايز تعملي ده يعني من عندك عشان العرفه، عشان تعملي. شفتي بقى لو عايزه تعمليه، لو عايزه تعمليه مش عايزه تعمليه، ما حدش يا جماعه. في فكر شويه سلطوي، في فكر مكسب وخساره، لكن اصلا كل واحد عايش في بيته متكيف، خادم نفسه، ممشي حياته، مش مستني عروسه عندها 20 سنه هي اللي تيجي تأملهم بيته وتنظفه. ومحدش مستنيها طبعا. بس خلاص اخدمي بيتك انت بنفسك، شيلي بيتك وشيلي جوزك. بس شفت، اخدمي بيتك وشيلي جوزك. بس يبقى البنت تشترط. لكن مفتيات من دار الافتاء، سيدات وشيوخ وسيدات معاهم اهليه واجازه في الفتوى، قالوا ان الست حته خدمه اهل الزوج دي غير واجبه بالمره. محدش غير واجبه. محدش قال انها واجبه، بس الانسان لما بيتفضل ما بيقدرش يتراجع. برضو انا مش مع نقطه يتفضل او منه او الكلام ده كله، ما نقولش كده. بس في حاجه اسمها انا جاي إيه؟ اسمها ان انا جاي من بيت اهلي، انا متربيه من بيت اهلي فبعمل حاجه دي. وهم ليه ما يبقوش متربين ويجوا من بيت اهلهم يخدموني؟ هو التربيه عليا انا بس؟ يخدمك اهل زوجي يجي يخدموكي؟ واشمعنى انا اللي اروح؟ لو انت تعبانه هم اللي تفضل وتربيه يخدموني انا كمان. مين قال كده يا دكتور؟ طب هو ايه انت شفت الكلام ده في اي حته؟ موجود. حضرتك لو عندك انا بقول لك لو عندك مشكله في حد تعبان، يعني يقفوا تعبانة ويساعدوا، تكوني تعبانه، تكوني في حاله وضع، تكوني كده وقت فرح زي ما حضرتك. ايوه ده كله لازم يتلم. ما هو ده زي ما حضرتك بتساعديهم في الوقت اللي هي تعبانه فيه، او مش واجب عليكي في كل الاوقات. نفس الكلام برضو هم لو حضرتك تعبانه مثلا يساعدوكي برضو في الاوقات اللي هي عندك مناسبه، عندك فرح، عندك حاجه، يجوا يقفوا معاكي ويساعدوكي. بالظبط كده. طب ماشي اسمها مساعده.